وهو يسأل يقول الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، هل خاصة في المسجد الحرام ولا في كل الحرم؟ يعني هناك المسجد الحرام وهناك الحرم. الحرم حدوده كبيرة جدا، يعني الحرم حدوده يعني من 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 المسجد إلى التنعيم تقريبا 6 إلى 7 كيلو، هذا كله حرم. ومن المسجد إلى عرفة تقريبا 16 كيلو، هذا كله حرم. ومن المسجد الحرام إلى الحديبية تقريبا 36 كيلو، هذا كله حرم. ومن المسجد إلى أضاء تقريبا 12 كيلو، هذا كله حرم. فحدود الحرم غير حدود المسجد الحرام، هناك فرق. وإذات مزدلفة من الحرم، ميناء من الحرم، العزيزية من الحرم، الششة من الحرم، هذه داخل حدود الحرم، وإن كانت خارج حدود المسجد الحرام. فهناك المسجد الحرام وهناك الحرم. كذلك المدني، المدني في المسجد المدني، المسجد الحرام، وفي حدود الحرم. المسجد النبوي معروف حدوده، أما حرم المدني تقريبا 22 كيلو من كل جهة، من 4 جهات 22 كيلو، كله يسمى الحرم المدني. حرم، فهناك الحرم المكي وهناك الحرم المدني، وهناك الحرم الجامعي، صح؟ حرم الجامعة. في حرم جامعة محمد؟ ليه؟ إذا الحرم المكي والحرم المدني، حتى المسجد الأقصى ليس بحرم. المسجد الأقصى ليس، لما نقول حرم يحرم فيه الصيد، يحرم التقاط اللقطة، طيب؟ تنفير الصيد، قطع الشجر، لأن هذه الحرم. أما المسجد الأقصى مو حرم، والجامعة طبعا أكيد مو حرم. فالقصد أن الحرم المكي، هل اللي يصلي بالعزيزية يأخذ 100,000 مثلا، أو يصلي بمزدلفة، أو يصلي في ميناء، أو يصلي في بالفندق مثلا، هل يأخذ 100,000 أو لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم أن 100,000 أي مكان في الحرم، مزدلفة، في العزيزية، في ميناء. ولذلك احرصوا على قول طبعا أكثر أهل العلم، أنك إذا دخلت مثلا، خلنا نقول وصلت جدة مثلا قبل المغرب مثلا بساعتين أو شيء، ولا تصلي بجدة، تعد جدة لم تدش الحديبية منك، لما تشوف اللي هو مكان مكتوب عليه اللي هو الحدود الحرم حاطينها، اللي مكتوب طريق غير المسلمين، يقول غير المسلمين يطلعون مني، ما يدش مني إلا المسلمين، هذا بداية الحرم. زين، جد تشوف لك أي مسجد تصلي فيه، اسمك صليت داخل الحرم. فعلى قول جماهير أهل العلم أن كل حدود الحرم 100,000 صلاة، كل حدود الحرم فيها 100,000 الصلاة، ب100,000. بعض أهل العلم يرى أن لا، بس المسجد الحرام، بس المسجد الحرام. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كل حدود الحرم كلها تعتبر 100,000 صلاة، في العزيزية، في الميناء، في المزدلفة، كلها ب100,000 صلاة، والله والله العالم. لأن الله تبارك وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والنبي أسري به من بيت أم هانئ، وسماها المسجد الحرام، سمى بيت أم هانئ وهي خارج المسجد فسماها المسجد الحرام، فدل هذا على أن كل هذا حرم، والله العالم. فالقصد أن الصلاة فيه في كل الحرم على قول أكثر أهل العلم. أما المضاعفة، هل هي في النافلة والفريضة ولا خاصة بالفريضة؟ أكثر أهل العلم خاصة بالفريضة، هي التي تضاعف. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول فضل الله عظيم، ما الذي يمنع أن حتى النافلة تضاعف؟ فأنت كثر نوافل وكثر صلاة واحتسب الأجر عند الله، أن هذا شيء غير ملموس. يعني هل كتب الله لنا صلاة أو كتب الله لنا 100,000 صلاة؟ كذلك في الحرم المدني، هل هي صلاة أو 1,000 صلاة؟ يعني طبعا الحرم المدني صلاة بس بالمسجد المدني ب1,000 صلاة، 1,000 بس بالمسجد المدني ليس بالحرم المدني. مكة هي اللي يقول بالحرم المكي. نعم.